بنات مرحبا بكم في القناه. الفيديو اليوم كما شفتوا في العنوان غادي يكون مشتريات ديالي اللي بغيت نشاركها معكم. ماشي باش نفوح عليكم ولا نقول لكم شوفوا شنو شريت، لا، غير باش تاخذوا واحد الفكره الا بغيتوا تمشيو للمحلات. انا هاد الفيديوهات كنشوفهم بزاف قبل ما نمشي مثلا للمحلات، اولا ما عنديش الوقت نمشي ندور في زارا ولا هادي، كنشوف البنات شنو شراو وشنو كاين جديد وداكشي باش ناخذ فكره وصافي شنو خارج مؤخرا دابا في السوق. غادي نشارك معكم مشتريات ديالي اللي خديت من شاين. هذه اول مره غادي ناخذ من هاد السيت اسياتيك اللي وشينوي، يعني ما ممكنش عارفه انا كيفاش غادي يكون، يعني طلبت وصافي على الله ما عرفتش كيفاش غادي توصلني الحاجه اللي غادي اللي انا طلبت واش كي بحال اللي كتبان. صافي غادي نعطيكم الراي ديالي وغادي نقول لكم شحال تعطلت لي باش توصل ليا هنا الانجليز. وثاني حاجه غادي نوريكم HM، خديت منها جوج حوايج وفي الاخر بريمارك. بريمارك ولا برايمارك كنظن كلشي قال لي عايش هنا في اوروبا كيمشي للبريمارك يدور فيه وياخذ منها حوايج، لان كيديروا حوايج زوينين بصح ماشي كاليتي، يعني ماشي شي حاجه اللي غادي تشريوها وغادي تقولوا قطرب لي اعوام. وقبل ما نبدا بالفيديو ما تنساوش تتابعوني في الانستغرام، غادي نخلي لكم لتحت في صندوق الوصف وخليوا لي لتحت في التعليقات اشنو بغيتوا تشوفوا في القناه، ولايك الفيديو الى عجبكم. الى عجبكم هذا الفيديو بحال هكايا انا ممكن ندير اكثر من هكايا، نوريكم نبارطاجي معكم اي حاجه شريتها من هنا لقدام وما نطولش عليكم، نبداو في الفيديو. نبداو باول حاجه بغيت نشاركها معكم قبل ما نبداو في الحوايج، هما هذا الجيل هذا ديال الكول اللي سميتو هاند كاندي. هذا كيعجبني بزاف الا كنتو هنايا في الانجليز كنصحكم به بزاف، لان من النوع اللي ما كينشفش اليدي. اللي تعجبني في هذا الجيل هو انه ابار ما كيديسينفكت لك اليدين، تيخلي اليدين هكا ما تيكونوش ناشفين وتيكونوا رطبين. تنصحكم به، انا خديته من سوبر دراك راه غادي تلقاوه تما، سميتو هاند جيل، واعر هذا خطير عجبني. ثاني حاجه اللي بغيت اخديت في الصراحه خديت هادو حتى هما، يا خديت هذا حتى هو ديال التعقيم اللي بلا الكول. وحاجه اخرى اللي خديت وبغيت نتقاسمها معكم، ما عرفتش واش في المغرب كاينه ولا ما كايناش، هي هاد الماركه فازلين انا عارفاها كاينه في المغرب، ولكن هذه بدات كريم كيرطب اليدين وميم طون تيعقم، يعني فيه الانتي بكتيريان وهاند كريم، يعني جوج في واحد، حاجه اللي هي خطيره 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 اول مره غنشوفها، لان اللي كنشوف انا دوك اللي كيعقموا اليدين كيكونوا غير بالالكول و تينشفوا اليدين و تيكشبروهم. الصراحه ما نعاودش لكم لقيتو هذا الكريم هذا ديال فازلين كنصحكم به بزاف، لانه خطير كيخلي اليدين رطبين وابار تي ديسانفيكتي اليدين من لي باكتيريا. ثاني حاجه خديت هي هاد الاو دي تواليت ديال اليزابيث اردين اللي هي ماشي بارفان، هي ريحه اوت تواليت، وهي هادي ريحتها زوينه، ريحت بحال الورد بحال النقا بحال ماشي شي ريحه سبيسيال ولا شي ريحه اللي هادي تقولوا واو، ولكن اللي خايف فيها هو انها ما كتبقاش ان فوا كترشيها ممكن حتى انت ما تشميهاش فيك. انا منين شريتها كنت درتها وسولت راجلي قلت لي مشميتي شي حاجه، قال لي مشميت والو، قلت لي عاش مشم مزيان، قال لي مشميت حتى شي حاجه. علاش؟ قال لي، قلت لي راني درت واحد الريحه ما تشم والو، قال لي مشميت والو، تقرب قرب خشى راسو كاع انا عاد. قال لي واقيلا كاينه واحد الريحه. يعني هذه بما تنصحكمش بها تماما تماما تماما، سميتها وايت تي وديال اليزابيث اردن. انا منين خديتها في الاول هنايا دابا ولا ممنوع انك تجربي الروايح او تجربي الحوايج ولا اي حاجه من هادشي، ممنوع عليك تجربيهم. هذاك الشيء علاش انا منين شريتها ما جربتها ما حتى شي حاجه، منين شفتها هكايا شفت فيها الفاني اورشيد قلت راه تكون ديال الفاني ديال اليزابيث اردن، عندها ديجا هي اليزابيث اردن عندها لي بارفان مجهدين بزاف لدرجه انا ما كنشريهمش ما تنقدرش عليهم، كتدوخني ريحتهم، قلت هذه راه تكون ريحه زوينه وتكون مجهده. ماك ماك ماك. لا ما تنصحكمش بها كاع هاد الريحه هادي قول بول. غادي ندوز للاش ام وغادي نوريكم اشنو خديت. خديت جوج حوايج، خديت في الاول هاد التيشيرت هذا اللي غتكونوا كتشوفوا في الفيديو كيفاش تيجي،
فيه هنايا بحال بغيون بحال الحجر وهو شي شويه حرج بحال هكايا في الكري وتيبري. خطير خطير خطير، كتجي واعره. التيشيرت عجبتني بزاف، شي حاجه اللي بيسيك خاصها تكون في كاع جميع عند اي بنت، اللي هما يا التيشيرتات هكا بيضين اللي يكونوا فيهم هاد الديتاي هكايا تخليهم شي شويه سبيسيال. وهاد البغيون اللي فيها واعر واعر واعر، تيبان زوين. راكم كتشوفوها في الفيديو دابا كيفاش تتبان، وكتجي طويله مستوره يعني زوينه عجبتني. ثاني حاجه اللي خديت هي هاد السروال جين، هذا حتى هو كحل عجبني بزاف. هذا من اش ام ومن لاغام ديال سكيني، لان راه كاينه فيت كاينه سكيني، وهذه عجبتني اكثر. عجبني كيفاش تيجي التين، اللون ديالو خطير، ومن التحت كيجي يعني مسدود من التحت، ماشي من دوك اللي محلولين على الركبه. سو عجبني هذا بزاف، تيستيره شي شويه ماشي بزاف ورطب، ولكن هاد الطايه ما جاتش قد طاي، جاتني شي شويه صغيره ما بغاش يطلع ليا. يعني اختي الطاي اللي مولفه كناخذ، وما عرفتش علاش هذا ما بغاش يطلع ليا. الا كنتو كتسائلوا هذا راه طاي 40 يعني كنت زاديت واحد طاي اخرى. هالكم في مخرج علينا البنات. غادي ندوز للبريمارك ولا البرايمارك، وغادي نوريكم ثلاثه ديال التيشيرتات اللي اختي خديت. بصراحه حوايج اللي هما كيتستعملوا يوميا يوميا. دابا انا ما تنخرجش بزاف، ما بغيتش ناخذ كساوي ما غدا لا المغرب لا حتى شي حاجه، يعني ما بغيتش ناخذ شي حاجه اللي غادي نحطها في المريوم كنشوف فيها، ما تنخرجش اصلا بزاف هنايا. سو خديت هاد التيشيرته هادي واعره عجبتني بزاف، بيضه يعني اساسيه، وفيها هاد البيسيكليت في اللوان، واللوان ديالهم شي شويه ما عرفتش واش تيبانوا في الكاميرا ولا لا، اللون ديالهم فوسفور يعني مجهد عاطي اللون. وعجبتني بزاف هاد التيشيرته هادي، اول وحده خديتها، وهادي خديتها بجوج وخمسين يعني شي 500 ريال ولا 600 بحال هكا نقولوا كاع، جوج اورو 50 يعني شي حاجه رخيصه رخيصه في ريماركا. شي باش تعجبني يعني لي بري، الا بغيتي شي حاجه باش تعدي لي بري متناول الجميع. وثاني حاجه خديت هي هاد التيشيرت هادي اللي في الكولور ديال الكري، وفيها هنايا هاد الطاسك ديال الكافي، وهنايا مكتوبه فريند ديال السري فريندز. هادي تقامت عليا شويه غاليه، لان جو بونس على ود هاد الكتابه ديال فريندز زادوا فيها، ولكن حتى الكاليتي احسن من الاخرى اللي وريتكم. هادي انا خديتها بخمسة باوند، يعني نقولوا 5 اورو 6 اورو بحال هكا كاينات. وثالث تيشيرت اللي خديت هي هذه في الكري اللي فيها لي كاكتوس، وبهذا اللون هذا جون وفير، خطيره زوينين رطبين مريحين باش تكوني هنايا في الدار باش تلبسيهم بلاصه البيجاما. بدل ما راس ما كنكون خارجه لتا شي بلاصه، ولكن لبقيتي بالبيجاما نهار كامل كتحسي براسك واحد القنطه بحال نهار كامل ومشيها في الدار، ومشي ماشي بحال ملي كتنوضي الصباح كتبدلي حوايجك كتقادي راسك، واخا ما تكوني خارجه لتا شي بلاصه قدي راسك لراسك ماشي لشي واحد اخر. كنلبس انا هذا الشكل هذا. وثاني حاجه اللي كنكومبيني معاهم في التحت في السروال وداكشي، كنشري واحد الليجين اللي هما يا حتى هما من بريمارك، و تيكونوا رخاص رخاص بزاف. هادو انا كنلبسهم صيف واحد وتقريبا كنرميهم، لان ما مع التصبين وهادي صافي ما تيبقاوش صالحين. خديت واحد في الكري اللي حتى هما البخي ديالهم 2.50 يعني واحد 500 ريال، رخاص بزاف وفي المتناول، وغلاط شي شويه ماشي من داك النوع اللي رقاق اي حاجه شداتك فيهم صافي تيتقطعوا، لا لا الكاليتي ديالهم زوينه الصراحه. خديت هذا في الكري، وهذا ما خديتوش طويل حتى للركبه، شي شويه يعني بحال نقولوا بونتاكور بحال هكا. خديته في اللوان، خديته في الكري، خديته في الكحل، وخديته في الزرق. هادو هما اللوان اللي خديت هذا الكحل هذا، وخديت هاد الزرق بلو مارين حتى هويا يعني شي شويه قصير. هادو راه كما قلت لكم رخاص بزاف، وكنستعملهم انا كل عام كنشري منهم، حتى في المغرب ملي كنمشي يعني بزاف المرات ما كنلبسش بيزامات، كنلبسهم غير هما وتيشيرت، هادوك هما اللي كنلبسهم النهار كامل وكنبات بهم الصباح بهم يعني كيجوني زوينين ومريحين وتعجبوني، يعني باش نخرج من داك الروتين ديال البيجاما وديال ديما نفس الديكور. ثاني حاجه اللي خديت هو هذا التريكو اللي هو رطب، وماشي من داك النوع اللي ثقيل ولا غليظ ولا ديال هذه الوقيته هذه اللي كتكون
الشنايف نقلي زعما راه واخا الصيف ما كاينش الصيف، انا نقول لكم ما كاين الشتاء نهار كامل البرد، هذا الجو مكفس عندهم يا لطيف. قلبي طايب. يعني ماشي بحال المغرب وماشي بحال اسبانيا، ما في اسبانيا كانت الشميشه، كانت الحياه الشميشه، ما عرفتش كتعطي واحد الحياه في الانسان. سو ما عليناش نحيدو من نشال الجويه وندوزو الحوايج. خديت هذا بتسعود ديال الباوند، يعني واحد 10 اورو بحال هكاك، وطويل هذا انا كنلبسو من فوق، انا نكون وريتكم في الفيديو كيفاش انايا تنناسقو، وكنناسقو مع هاد السراو اللي كناخد، والتيشيرتات مني ما كي كنكون بعد مره لابسه تيشيرت تيجيني البرد، كنهز غير هذا وكنديرو عليا من الفوق و ياسا. خليو اسم لي ياسا. ودابا غادي ندوزو لاباج ديال شاين اللي خديت منها، غادي نخليها لكم هنايا باش تعرفوني علاش تنهضر، بالنسبه للبنات اللي ما عارفينش شنو هي. هي واحد لاباج اللي اسيويه، يعني في الشينوا كاينه، كيديروا الحوايج، تيديروا التقليد ديال الحوايج ديال زارا وديال ماركات الغاليين وداك الشيء، ماشي شي غاليين المهم، وكيديروا بحال الايميتاسيون، تي كوبي وتي نفس الديزاين داك الشيء، ولكن تيكون بخي هابط لان الكاليتي كتكون حتى هي هابطه. عندنا خصوص خليهم الصوم. يعني كاينين اللي حوايج فريمون بنات تهضروا عليهم واعرين، يعني صدقوا ليهم، وكاينين الحوايج اللي ما صدقوش ليهم، يعني انت وزهره كدار بحال الروليتا البينغو بحال هكاك انت وزهرك. سو اول حاجه خديت باش ما نطولش عليكم، خديت هذا التيشيرت هذه اللي في هذا الالوان ومكتوب هنايا كوين. هذه جاتني شي شويه مزيره شي شويه مدايره، انا ما تيعجبونيش اللي التيشيرت بحال هكا، تيعجبوني التيشيرت يكونوا يعني يكونوا كيلعبوا فيا، ما غاديش نزير فيهم ولا حتى شي حاجه، نكون مرتاحه. سو هذه جاتني شي شويه مزيره ولكن مزيانه، عجبوني الالوان اللي فيها، واعرين الالوان ديال دابا على مود هاد الالوان هادو اللي كاينين في هاد التيشيرت. ثاني تيشيرت اللي خديت اللي فيها الالوان حتى هي واعرين، عجبوني بزاف، وهذه الكاليتي ديالها احسن واحسن واحسن من هاد الاولى اللي وريتكم اللي هي هادي. والاثمنه كما قلت لكم راه رخيصه، هادو راه نكون خديتهم انا بشي 50 درهم 60 درهم ماكسيموم، وشي حاجه زوينه واعره، راه كيوصلوا حتى للمغرب، راه كاينين الا طلبتو من المغرب كيوصلوا لكم حتى للدار، وانا تعطلوا ليا جوج سيمانات من لاباج لهنا لانجليز. صور المغرب ما عرفتش واش كيتعطلوا اكثر ولا قل، سا ديبون على حسب. والله الا كاينين شي بنات في اسبانيا اللي كاين اللي تعطلوا ليهم جوج سيمانات، كاينين اللي ثلاثه سيمانات، وفي نفس الدوله يعني انت وزهرك. سو هذه عجبتني بزاف لان مريحه مبرده، والالوان خطيرين، مكتوبه جود بيبس بسبولونيا بوينس بيبرس، عجبتني بزاف هذه، مريحه الكاليتي واعره طويله ومستوره، عجبتني بزاف. ثاني حاجه خديت جوج قوامج، القميجه الاولى اللي خديت بحال هذه، انا ديجا عندي بحال هذه كنت خليتها في المغرب في الصفر، وانا خديتها دابا في البيض. اللي كنت خديت انا من ستراديفاريوس هذه ماشي نفس الكاليتي، لا هذه شي شويه طايحه الكاليتي عليها، ولكن او ميم طون زوينه، يعني ماشي شي حاجه خايبه، الكاليتي عجبتني في المستوى في الصراحه. ولكن اللي ما عجبنيش في هذه هو انها ترونسبارون، يعني كتبين كل شيء، خصك ضروري تلبسي معها شي ديباردور ولا شي حاجه من التحت لانها كتبين كل شيء. ولكن هاد البوردات و تيقولوا لي بالسبلونيه وهاد الفليك اللي فيه هاد الفوال وهادي عجبني بزاف، عطيها واحد لي ديتاي زوين في القميجه. سو هادي اول وحده، وثاني وحده خديت اللي هي الاخرى هي هادي زوينه بزاف عجباتني لانها بحال شوميز ولكن فيها بحال الفوال بحال ما عرفتش بحال شي كسوه ديال العرس بحال هكاك، عجبتني بزاف فيها هاد لي ديتاي واعرين، يعني سيرتو هاد لي ديتاي ديال الكتاف عجبتني بزاف، لان كتجي زوينه، كتجي بحال هادو دابا اللي الامونت تيبينو دابا هنايا في السميتو في الاشهارات وداكشي. سو عجبتني هاد لا شوميز، قولوا لي كي جاتكم واش زوينه ولا لا. وهذه التوب ديالها حتى هي زوين، هذه ماشي ترونسبارون لان التوب ديالها مدوبل كما شفتوا، وعجبتني بزاف صراحه. واخر حاجه خديت من بريمارك نسيت ما وريتهمش لكم، هما هاد التيشيرتات هادو اللي انا تناخد منهم تقريبا كل عام،
هادو من النوع اللي طويل كيجيو حتى لتحت و مريحين وباردين مبردين لواحد الدرجة ما تتخيلوش، بحال ما لابسين والو. عجبوني بزاف و صافي. هذه اخر حاجة خديتها من بريماك، نسيت ما وريتهاش لكم قبيلة. وهكا نكون انتهينا من الفيديو اليوم، كنتمنى يكون عجبكم. الا كان هكا ما تنساوش الاشتراك في القناة، لايك الفيديو، ما تنساوش تتابعوني في انستغرام، نخليه لكم من تحت في صندوق الوصف. وقولوا لي في التعليقات شنو الحاجة اللي عجبتكم اكثر، واش بايتين ديجا طلبتو من شيئين، والكاليتي واش عجبتكم ولا ما عجبتكمش. خليو لي الاكسبيريونس ديالكم هنا لتحت باش نقرا التعليقات ديالكم، ونخليكم يلا سلامة، باي باي.